احد اعضاء النادي الاهلي ان حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحمود قد تعطف فمنح الانسة ام كلثوم نشان الكمال، ثم غادر جلالته الاحتفال مشيعا بمثل ما استقبل به من التكريم والتجديد. سيداتي سادتي، لقد ذكرنا لحضراتكم ان حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد شرف الحفلة في الوصلة الثانية لكوكب الشرق الانسة ام كلثوم. وبعد ان انتهت الانسة ام كلثوم من الغناء، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فانعم عليها بوسام الكمال، وذلك تقديرا لفنها الرفيع. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك حضرات الموجودين وقال لهم كل عام وحضراتكم بخير. وبهذه المناسبة نحن نهتف عاليا ونقول يحيى جلالة الملك، وكما اننا بهذه المناسبة السعيدة نهنئ كوكب الشرق الانسة ام كلثوم لهذا الانعام العالي. الانسة ام كلثوم. تعقد حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه الأطراف. أما تعقد جلالته حفظه الله بالإنعام التام عليه، فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري به، وإني أدرع إلى الله أن يمد في عمر فاروق ويحفظه للبلاد ذكرا وللفن نصيبا.